بس هلا بنرجع للرئاسه. ايه في رئاسه بدها تكون تسوي بالبلد، مين رئيسها ماني عارف. في رئاسه بكل اللقاءات كنا نسمع معي ولي العهد السعودي اللي عمل جولة خليجية وعربية وتركية نصبته زعيم، عم بحكيكي مش مجاملة. أوكي. وشفني هلأ بفرنسا بلقائه مع ماكرون ومع بايدن بهالجولات كان دائما يحكى عن اتفاق الطائف، الحاجة لرئيس بمفهوم الخليجي أكثر من مفهوم هود المسيحيين اللي حساباتهم ضيقة بيعتبروا الانتخاب رئيس يعني عدم فتح باب تغيير النظام. من هيك يعني حيكون في اهتمام خارجي، لأنه إذا فات البلد بموضوع النظام بده يأخذ وقت يركب. ساعتها إذا رحنا إلى الفراغ ذهبنا إلى الفوضى، إذا مدت فتنا على ساعتها حاجة إلى أو عقد اجتماعي. أي يعني اليوم إذا قالوا له لجبران بسير أنت، إذا قالوا له لجبران بسير حزب الله أنه ممكن نعمل نظام جديد قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان يكون من الطائفة مثلا الشيعية وغيرها وغيرها مناصب، وأنت راح تكون طربوش هذا النظام. إيه بأمن 16 نائب بقول لهم أوكي، وهن عندهم بعض النواب بفلكهم وعندهم بعض الأشخاص ومع الضغط يعني قادرين يلعبوا هيك ألعاب. هيك هالقد برأيك هيك